فيما يتعلق بالحوار طبعا وقع تشكيل فريق عمل يعنى بضبط أولويات برنامج الحكومة المقبلة بعد شارك فيه كل الأطراف المعنية بهذا الحوار، الأحزاب الرباعي الحاكم زائد 5 أحزاب تقريبا زائد 3 منظمات وطنية كبرى اللي هي اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد اتحاد عمال الشغل واتحاد الفلاحين. طبعا بعد ما كانت هذه الأطراف المشاركة كلها قدمت مقترحاتها حول الأولويات المرحلة والخيارات الكبرى اللي يجب تلتزم بها الحكومة من أجل إنقاذ البلاد وإصلاح ما يمكن إصلاحه. اليوم كان أول اجتماع للنظر في تأليف ما بين هذه المقترحات المتعددة. مش كان اتحاد الشغل قدم مقترحات، كل الأحزاب الحاضرة قدم مقترحاتها وكل المنظمات الحاضرة قدمت مقترحاتها، وانطلقنا في نقاش من أجل تحديد الأولويات الكبرى في عناوين. احنا ما ناش باش نعدوا برنامج الحكومة، هذه من مسؤوليات رئيس الحكومة وفريقه الفني فيما بعد، والحكومة هي اللي باش تعد الجوانب التفصيلية سواء في خطاب منح الثقة أو في البرنامج باش تقدمه الشعب التونسي. احنا بصدد وضع الخطوط العامة العريضة، الخطوط اللي تلتزم بها الحكومة من أجل إنقاذ الوضع اللي نعتبره وضع متردي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولهذا جاءت المبادرة لأن البلاد تعيش أزمة في كل المستويات.